استاذ دكتور وفاء المتناوي، استاذ طب القصر العيني قسم علاج الاورام. الحقيقه علاج الاورام النهارده بيعتمد على نوعيه الورم اولا، وصفاته الاكلينيكيه الجزيئية أو الجينية، الصفات الجينية بتاعت الورم، لأن النهاردة أصبح في طفرة في العلاجات فيما يخص الأورام، علاجات مش بس بالعلاج الكيميائي إنما العلاج الإشعاعي والعلاج بالأدوية الجينية، علشان يبقى فيه علاج بالأدوية الجينية وتبقى مؤثرة لابد من الفحوص الجينية لكل ورم، بحيث إننا نفيد العيان بنوعية العلاج اللي هو ممكن يستفيد به. طبعا دكاترة الأورام عارفين إن في حاجة اسمها مولكيولار دياجنوسيس، في حاجة اسمها هيستوباثولوجيكال دياجنوسيس والإيميجينج. الحقيقة كل الوسائل دي بتساعد بعضها في إنها تقول إيه نوع الورم وإيه نوع العلاج اللي ممكن يستجيب للورم.